دونك في هذه الحصة ستكون موجهة لتلاميذ الثالثة ثانوي إعدادي، ومن خلالها سنقوم بتصحيح سؤال يتعلق بجدول المربعة، ومن خلال هذا السؤال سنقوم بالتذكير ببعض خصائص هذا الدرس، يعني الخصائص التي تعرفتم عليها في الجدول المربعة. وكنا نلاحظ أن لدينا أ تساوي ناقص جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 27 ثم ناقص جذر مربع 75. وكل تبسيط هذا التعبير، أول حاجة سنقوم بها، أول شيء سنقوم به هو تفكيك الأعداد الموجودة داخل الجدول المربع. مثلا هنا سنقوم بتفكيك العدد 27 وتفكيك العدد 75. دونك هنا سنقوم بنقل هذا السطر لنكتبه أسفل السطر السابق، أ تساوي، دونك هنا سأجعل العدد ناقص جذر مربع 3، لا يمكن تبسيطه. بالنسبة للعدد 27 قلنا يمكن كتابته على شكل جدار 9 في 3، يمكن كتابة 9 في 3، أو مباشرة سنكتب 3 أس 2 في 3. بالنسبة للعدد 75، 75 نعلم أن 75 هي 25 في 3، دونك سنكتبها على الشكل 5 أس 2، دونك 5 أس 2 في 3. لاحظوا معي هنا التعبير أصبح على الشكل التالي، دونك كانت أ تساوي ناقص جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 27 ناقص جذر مربع 75. دونك تركنا العدد ناقص جذر مربع 3 وقمنا بتفكيك العدد 27، ونعلم أن 27 هي 9 في 3، لكن من الأفضل كتابتها على هذا الشكل 3 أس 2 في 3. وكذلك العدد 75، نعلم أن 75 هي 25 في 3، ويفضل كتابتها بهذه الطريقة 25 في 3. وهنا سنذكر بالقاعدة التي سنستعملها. دونك القاعدة التي سنستعملها هي أن عندما يكون لدينا جذر مربع مثلا يكون عندنا أ أس 2 في بي، فعندما يكون بي موجبا فإن هذه الكتابة تساوي أ مضروبة في جذر مربع بي. هذا التبسيط الذي نقوم به، هذه نتيجة سبق لكم أن تعرفتم عليها من خلال الدرس. هنا يمكننا تصغير حجم الخط. دونك جذر مربع أ أس 2 في بي، دونك إذا كان أ موجبا، دونك الحالة اللي عندنا هنايا أن العدد 3 موجب والعدد 5 موجب، دونك يمكن نستعمل هذه الخاصية. دونك جذر مربع أ أس 2 في بي يساوي أ في جذر مربع بي. دونك الآن هذا التعبير يمكن تبسيطه، سنسميه على الشكل التالي، دونك أ تساوي ناقص جد مربع 3، دونك لن تتغير. ما باقي التعابير فهنا سنكتب زائد 2 في 3 في جد مربع 3 ثم ناقص 5 في جذر مربع 3 هكذا، ناقص جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 لم تتغير. دونك هنا كانت لدينا 2 في جذر مربع 3 أس 2 في 3، استعملنا هذه القاعدة، دونك أ سيخرج إلى خارج جذر مربع، دونك 3 تصبح 2 في 3 في جذر مربع 3، وهنا لدينا ناقص جذر مربع 65 في 3، دونك باستعمال هذه القاعدة ستصبح ناقص 5 في جذر مربع 3. الملاحظة الآن التي سنقوم بها هي أننا نلاحظ أن هناك عامل مشترك في هذا التعبير، عامل مشترك الذي هو جذر مربع 3، دونك يمكننا التعميل بجذر مربع 3 فاكتوريز بار لو نومبغ راسين كاري دو 3. دونك سيصبح التعبير على الشكل التالي، دونك أ تساوي دونك أ تساوي دونك هنا سنحصل على ناقص 1 في 3، دونك سنكتب ناقص 1
بعدها لدينا اثنان في ثلاثة، دونك سنحسبها اثنان في ثلاثة سنكتب ستة. لاحظوا معي هنا لدينا اثنان في ثلاثة في جذر مربع ثلاثة، اثنان في ثلاثة تساوي ستة، دونك سنكتب زائد ستة. ثم لدينا ناقص خمسة في جذر مربع ثلاثة، بما أننا سنعمل بجذر مربع ثلاثة يكفي أننا نكتب ناقص خمسة. هكذا سيصبح التعبير. قمنا بالتمييز بالعدد جذر مربع ثلاثة، وقمنا لدينا ناقص واحد في جذر مربع ثلاثة، دونك سنكتب ناقص واحد. هنا لدينا اثنان في ثلاثة في جذر مربع ثلاثة، دونك سنكتب اثنان في ثلاثة التي تساوي ستة. وأخيرا لدينا ناقص خمسة في جذر مربع ثلاثة، دونك سنكتب ناقص خمسة. دونك الآن هذا تعبير عدد يحتوي على أقواس، دونك يكفي حساب هذا التعبير الموجود داخل الأقواس. دونك ناقص واحد زائد ستة تساوي خمسة، وخمسة ناقص خمسة تساوي صفر، دونك سنحصل على التعبير أ يساوي بطبيعة الحال صفر مضروب في جذر مربع ثلاثة، نعلم أن صفر عنصر ماس بالنسبة لعملية الضرب، هذا يعني أن أ تساوي صفر. دونك لدينا التعبير التالي، دونك ا تساوي ناقص جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 27 ناقص جذر مربع 75. قمنا بتفكيك هذا 27 الى جذر باستعمال طبيعه الحال القوى، دونك 3 اس 2 في 3، دونك نعلم ان 3 اس 2 هي 9، 9 في 3 تساوي 27. نفس الشيء بالنسبه للعدد 75، دونك 75 تساوي 25 في 3، وسنكتب العدد 75 على شكل اس 2 على شكل مربع، دونك 25 في 3. باستعمال هذه القاعده يمكننا ان نحصل على السطر رقم 3، دونك هنا سنحتفظ بناقص مربع 3. هذا التعبير سيصبح 2 في 3 ثم في جذر مربع 3، وهذا التعبير سيصبح ناقص 5 جذر مربع 3. دونك نلاحظ ان هناك عامل مشترك هو جذر مربع 3، دونك سنقوم بالتعميل. دونك يتبقى لنا هنا ناقص 1، وهنا زائد 2 في 3 التي تساوي زائد 6، وهنا ناقص 5. دونك ناقص 1 زائد 6 هي 5، و5 ناقص 5 تساوي 0. دونك سنحصل على هذا التعبير 0 في جذر مربع 3، ونعلم ان 0 عنصر ماس بالنسبه للضرب.